بعيدا عن السياسة الآن، حيث أحصت مصالح مفتشية العمل لولاية العاصمة الجزائر أزيد من 700 عامل مسرح من منصبه خلال السنة الماضية. مزيد من التفاصيل مع نريمان قداش. إن أكثر عقوبة يمكن أن تطال أي عامل بمؤسسة عمومية كانت أو خاصة هي الفصل والطرد، وما أكثر الأسباب المؤدية لذلك، حيث أحصت مصالح مفتشية العمل لولاية الجزائر خلال السنة المنصرمة أكثر من 700 شكوى تسريح من العمل. في الحقيقة هي الحالة تاع تسريح العمل هي أغلبها هي حالة تأديبية متعلقة بقضايا تأديبية، يعني يا إما فيها يعني عدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة. التسريح عن العمل حوالي 785 الشكاية وردت في هذا السبب بالذات. مجموعة من التدابير والإجراءات تقوم بها مفتشية العمل، وذلك لحل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، خاصة ما تعلق بالتسريح من العمل وفقا للمادة 94 من قانون العمل. تنصيب العمال ومراقبة التشغيل، مراقبة شروط تشغيل العمال الأجانب، كذلك احترام تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون. الإحصائيات الأخيرة والتي مثلت نسبة يمكن القول عنها أنها شكاوى معتبرة من الفصل عن العمل مرشحة للانخفاض في ظل تدابير تعزز حل مشاكل العمل من دون قرار الفصل.